Assalamualaikum. Nama saya Izzat Azuddin bin Ahmad Azuddin di kelas 2 Sekinah. Saya akan membaca Al-Quran Juzul 6 muka surat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Hurlimas alaikumul maitatu waddam walamul khinzi liwamah. لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنحنف والمعقودة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبر إلا ما وما وما ذبها على النصب وان تستقسموا بِالْأَسْلَامِ ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة wa asmamtu alaikum ni'mati wa asmamtu alaikum ni'mati wa radditu lakum al-islam madina famanittur fi mahmasatin ghayra mutajanni fil is من فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم طيبت وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أهل لكم الطيبات والطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم وطعامكم هل لهم والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أحدان ومن يكفر بالايمان فقد هبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين صدق الله العظيم Sekian terima kasih